السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة القدس العربي ومقال للكاتبة هيفاء زنجنة تقول فيه: بعد زوال تأثير مخدر فوز فريق كرة القدم العراقي ببطولة خليج 25 والاحتفاء بتنظيمه في مدينة البصرة المعطاءة، وبعد رحيل الضيوف الأعزاء من دول الخليج العربي إلى ديارهم، وبعد خفوت مشاعر الفرح الجماعي الذي عاشه العراقيون، عاد الواقع ليغرز سهامه في أجساد المواطنين، وليطلع عليه العالم الخارجي من خلال عدد من التقارير السنوية لمنظمات حقوقية دولية ومحلية قامت بتوثيق الحال لعام 2022، وصدرت التقارير في الأسابيع الأخيرة من الشهر الحالي، وبعضها صدر أثناء بطولة خليج 25، فلم تحظى بالتغطية الإعلامية المطلوبة إزاء التحشيد الإعلامي والترويج الذي رافق منافسات كرة القدم. من بين التقارير الدولية التي صدرت تقرير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وتقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. عراقياً أصدرت لجنة حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تقريرها السنوي، وكذلك منظمة حمورابي. وقد توخت المنظمات تقسيم تقاريرها بشكل يكاد يكون متشابهاً في منهجيته العلمية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة وتوثيقها وتحديد المسؤولين عنها. استناداً إلى شهادات الضحايا، تتفق المنظمات والهيئات المذكورة حول مسؤولية الحكومة العراقية كما قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني عن الحالة الكارثية التي يعيشها البلد بعد مرور عقدين على غزوه. تقرير هيئة علماء المسلمين الذي تضمن إحصاءات تتعلق بأحد عشر محوراً تشمل قضايا الفوضى الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة وتجذر الفساد في جميع الدوائر الحكومية، ويتطرق التقرير إلى وضع المرأة والطفل المتميز باستمرار بتعرض هاتين الفئتين للخطف والاستغلال والاتجار بالبشر. إلى صحيفة العرب الجديد ومقال للكاتب عبد اللطيف السعدون يقول فيه: هناك مفارقة عجيبة أن يملك العراق أكثر من 100 مليار دولار ورصيدا من الذهب يتجاوز 130 طنا، وأن تسود في مدنه وأريافه مستويات الفقر الفاحشة، ويعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر، ولا يحصل معظمهم على الماء الصافي ولا على الكهرباء، وقد انعدم الزرع والضرع فيه بعدما كان يطلق عليه تسمية أرض السواد لوفير زرعه ونخيله وأشجاره. يضيف الكاتب: اتسعت ظواهر الفساد في العراق إلى درجة أن ما سرق علنا في السنوات العشرين الأخيرة وبتواطؤ مفضوح من الفئة الحاكمة فيه تجاوز تريليونات الدولارات. وأحد مظاهر الفساد التي كشف عنها مؤخرا هو شراء مافيات الدولار وتهريبه عبر الحدود المفتوحة إلى إيران من دون اتباع قواعد تحويل الأموال المعروفة دوليا. بعد انحسار أخبار فضيحة صفقة القرن التي ابتلع أبطالها أكثر من 2.5 مليار من الدولارات من المال العام وإطلاق سراح معظمهم وصرف النظر عن ملاحقة الحيتان الكبار الذين حصلوا على حصتهم من الغنيمة على قاعدة عفى الله عما سلف، وهي القاعدة الذهبية التي يعمل عليها القضاء العراقي، والتي كانت محصلتها رد الاعتبار لكثيرين من سراق ومرتشين ومزوري شهادات خدمة للصالح العام. وبعدما أسدل الستار عليها ونسيها الناس انفجرت فضيحة أخرى ومن قماشة مختلفة، إذ كشفت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي عما وصفه رئيسها أرشد الصالحي كارثة بامتياز: مافيات تدير السجون، تروج المخدرات وتجبر السجناء على تعاطيها. وعندما سمعت وزارة العدل بذلك وكانت قد صمت آذانها من قبل، بادرت إلى عزل بعض مسؤولي السجون قبل أن تنتشر رائحة الفضيحة وتزكم الأنوف.
نقرأ مقالا تحت عنوان غسيل الأموال في العراق للكاتب حسين صالح السبعاوي، يقول فيه: غسيل الأموال هو جريمة اقتصادية تهدف إلى إطفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها، بمعنى تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأموال المحرمة دون تعريض مصدرها للخطر. كما يقصد من عملية غسيل الأموال هو إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية. على سبيل المثال، الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو عمليات التهريب أو عمليات الفساد الإداري والمالي مثل الرشاوى وسرقات المال العام وغيرها. هناك أساليب أخرى في عمليات غسيل الأموال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة، مثل تحويل نوع العملة مثلا من الدينار العراقي إلى الدولار أو العكس. تعد مرحلة الإيداع هذا من أصعب العمليات، حيث إنها ما زالت عرضة لاكتشافها، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جدا من الأموال، حيث إن التعرف على من قام بعملية الإيداع ليس بالأمر العسير، ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال. لكن في العراق الأمر سهل، لأن الجناة الذين يمارسون عملية غسيل الأموال إما سياسيون في السلطة أو شركاء مع السلطة، وبهذا يفلت الجناة من المحاسبة والرقابة المالية حتى لو أودعوا المال باسمهم الصريح. لماذا لا تنجح مكافحة عمليات غسيل الأموال في العراق؟ غياب الإرادة السياسية هو أحد أهم الأسباب الرئيسة لفشل معالجة هذه الآفة، لأن غالبية الطبقة السياسية تمارس الفساد وتحمي الفاسدين، فعادة ما يكون الجناة والفاسدون الذين يمارسون عمليات غسيل الأموال هم من أصحاب النفوذ والقوة، ويمتلكون أذرعاً مسلحة تقوم بتصفية أي شخص أو أي مسؤول يعترض عليهم. قال تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني إن آثار 17 قنبلة نووية فجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966 لا تزال محسوسة حتى في ليبيا المجاورة. ونقل الموقع في التقرير الذي أعدته سميرة السعيدي أنه في 13 من شباط فبراير من عام 1960 أجرت فرنسا أول تجربة نووية لها في رقان، وهي مدينة في جنوب الجزائر، بينما كانت الحرب من أجل استقلال الدولة الواقعة في شمال أفريقيا مستمرة منذ سنة 1954. وكان الرئيس الفرنسي وقتها شارل ديغول حريصاً على أن يظهر للعالم أن فرنسا تنتمي إلى قمة القوى العسكرية بحسب الموقع. وجاء في التقرير أيضاً أنه تحقيقاً لهذه الغاية تم تفجير أول قنبلة ذرية فرنسية، وقد أطلقت أكثر من 4 أضعاف كمية الطاقة التي أسقطتها القنبلة الأمريكية على هيروشيما. بين سنتي 1960 و1966، أي بعد 4 سنوات من حصول الجزائر على استقلالها، فجرت فرنسا 17 قنبلة في الصحراء، بما في ذلك 4 قنابل في الغلاف الجوي بالقرب من رقان، والتي وصفها شهود العيان بأنها أكثر الأشياء وحشية التي رأوها في حياتهم. وأفاد تقرير برلماني فرنسي أن 4 انفجارات سرية في الصحراء الجزائرية لم يتم احتواؤها أو حصرها بالكامل، وكان أشهرها حادثة بريل التي أصيب خلالها 9 جنود وعدد من القرويين الطوارق المحليين بشدة بالنشاط الإشعاعي. في الواقع غطت الإشعاعات المنبعثة من القنبلة الأولى وحدها منطقة تمتد من الجزائر إلى ليبيا إلى موريتانيا ثم إلى مالي ونيجيريا، حتى إن التأثير وصل إلى أقصى الشمال مثل إسبانيا وإيطاليا، وذلك خلافاً لتأكيدات باريس. لقد تأثرت المنطقة الجنوبية الليبية وفزان على وجه الخصوص بشدة، حيث نقلت الرياح الغربية سحابة نووية من مواقع التجارب في إيكر بالجزائر إلى فزان، وذلك وفقاً لخريطة عسكرية
فرنسية. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أعدته سامانثا تشيري، رأت فيه أن المرأة المسلمة في أمريكا ملتزمة بالحجاب وترى أنه حقها بالاختيار، وأشارت إلى قصة نظمة خان التي عانت عندما كانت تلميذة وحيدة ترتدي الحجاب في التسعينيات بمدرستها في حي برونكس بولاية نيويورك، حيث واجهت العنصرية التي مارسها التلاميذ ضدها، إذ أطلقوا عليها كل الألقاب مثل نينجا، باتمان وغيرها. وبعد هجمات 11 من سبتمبر عانت الفتاة أكثر من فوبيا الحجاب، حيث أطلق عليها لقب إرهابية ولوحقت في شوارع المدينة. لكن خان أصرت على ارتداء الحجاب، بل وأحبته لأنه التعبير الخارجي عن إيمانها كما تقول، وأرادت مساعدة الفتيات مثلها ممن تعرضن لسوء المعاملة. بالنسبة للمسلمات، فارتداء الحجاب هو فعل عبادة وتعبير عن الحشمة، ومبدأ يجسد اللباس لكل المسلمين رجالاً ونساءً. ورغم مشاعر الكراهية التي تواجه المسلمات اللاتي يضعن غطاء الرأس، إلا أنهن يعتبرن ما يفعلنه صورة عن التحرر. وتقول بشرى أميولا البالغة 25 عاماً والتي تعد من أصغر أعضاء مجلس مدرسة بيستوكي في ولاية إلينوي، إنها لاحظت الأمر وكيف ترتفع وتنخفض طريقة معاملة المسلمين بناء على المناخ السياسي، وهو ما ساعدها على ارتداء الحجاب كخطوة في طريقها للتدين ونزع وصمة العار عن الحجاب. وتضيف: كانت نيتي من ارتداء الحجاب إعادة كتابة الفكرة لدى الناس عن المرأة المسلمة قبل أن تصبح دائمة في عقولهم. وكعضو في مجلس المدرسة دعمت تشريعاً أعالج عمق غياب التعليم حول الإسلام وبقية الأديان في المدارس العامة في إلينوي. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. والآن مشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعة الكاريكاتير. أثارت صور ومقطع فيديو لأسد يأكل الأعشاب في حديقة حيوان بالسودان أثارت الاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تطلب توضيحاً من القائمين على المكان. ونشرت صفحة حديقة الحيوان بالسودان توضيحاً قالت فيه إن الأسود رغم أنها حيوانات مفترسة لاحمة، إلا أنها تأكل العشب من حين لآخر، ولفتت إلى أن الأعشاب ليست ضمن قائمة الطعام الرئيسة للأسود، لكنها تأكلها لتساعدها في تهدئة اضطرابات المعدة من وقت لآخر، ولأنها مصدر للمعادن والفيتامينز والألياف التي تحسن عملية الهضم. وأكدت أن الأمر برغم كونه مستغربا، إلا أنه طبيعي من وقت لآخر. هذا ونوهت إلى أنه ليس محصورا في الأسود فقط، بل أنه عادة
وأنها عادة لدى جميع القطط والأسود والنمور والفهود والقطط الأليفة المنزلية. وسط حي الرمال غربي مدينة غزة يشتري أشخاص من مطعم صغير يملكه الشاب أبو عمر أبو الخير وجبة المنسف الشعبية التي تشتهر في الأردن وفلسطين، موضوعة داخل كأس من الكرتون في ابتكار يخالف التقاليد المعروفة لتناول المنسف على موائد وفي أطباق، لكن كل المكونات الأساسية للوجبة تتوفر في هذا الكأس التي تعد من نجاح أو من إحدى نجاحات أبو الخير في تطبيق فكرته التي نقلها من الأردن إلى قلب مدينة غزة. نفذ أبو الخير قبل شهر فكرة إنشاء مطعمه الصغير الذي يقدم فيه كأس المنسف وسندويتشات سريعة، وهو يخصص 3 أيام في الأسبوع لإعداد وجبة المنسف في كأس من كرتون، ولاقى المشروع طبعا منذ البداية إقبالا جيدا بعدما نجح أبو الخير في الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جذب أبو الخير الشبان والشابات وحتى السيدات الكبار من مناطق مختلفة في قطاع غزة من أجل تذوق كأس المنسف، وهو قضى فعليا وقتا طويلا في تنفيذ فكرته بعد أشهر طويلة من البطالة تلت تخرجه من قسم المحاسبة في جامعة الأزهر بغزة. الآن مشاهدينا الكرام نتابع المقطع الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. تقترب الحرب في أوكرانيا على طي عامها الأول، خسر فيها الروس والأوكرانيون الكثير وربحت منها بعض الدول، فما هي موازين الربح والخسارة؟ ما الذي يريده بوتين؟ بوتين لا يريد ولا يحتاج إلى احتلال أوكرانيا بأكملها لتحقيق أهدافه الكبرى وفق لمجلة نيوزويك الأمريكية، بل يسعى لقطع رأس القيادة الأوكرانية واستبدالها بحكومة موالية للقيصر الجديد بحسب رئيس إستونيا السابق، إضافة إلى إعادة أوكرانيا للفلك الروسي، فهي من وجهة نظر بوتين جزء من روسيا ثقافياً ولغوياً وسياسياً. ولا شك أن توسع الناتو إنما يمثل لروسيا تهديداً وجودياً، فيما يشكل انضمام أوكرانيا إليه عملاً عدائياً وتهديداً خطيراً لروسيا وفقاً للرئيس بوتين. هزيمة أم انتصار؟ بوتين فشل وروسيا ستخرج من الحرب أضعف مما دخلت فيها، بما يعد فشلاً استراتيجياً هائلاً للكريملين بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، إلا أن بوتين وبرغم الإخفاقات الكبيرة وبعد أشهر من الحرب الأوكرانية قد نجح بتقوية مجموعة بريكس التي تضم أسرع الدول نمواً حول العالم ممثلة بالبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما تسعى العديد من الدول للانضمام إليها، كما أن بوتين يسعى لاستحداث قطب دولي ثان موازٍ للغرب، إضافة إلى التخلص من سيطرة الدولار وتفعيل العملة الروسية، فضلاً على إرسال تحذير إلى كل الدول المنضوية سابقاً تحت عباءة الاتحاد السوفيتي قبل تفككه من مغبة الارتماء في الأحضان الأمريكية والأوروبية والانضمام إلى حلف الناتو. المستفيد الأكبر. حجم الأزمات الهائلة التي تجتاح دول الاتحاد الأوروبي والتي أحدثتها حرب روسيا على أوكرانيا وما أعقبها من عقوبات وعقوبات مضادة ظهرت جلية بنقص الغاز والنفط وارتفاع أسعار الطاقة والغلاء والبطالة والتضخم والركود والانكماش، وبما أسفر عن مظاهرات وإضرابات عمت العديد من الدول الأوروبية، يقابلها خسائر اقتصادية وأخرى عسكرية مني بها الجيش الروسي في جبهات القتال، ما يرجح فرضية بأن إطالة أمد الحرب
يهدف إلى إضعاف أوروبا وروسيا على سواء لصالح أمريكا والصين، مع فتح المجال واسعا لإعادة إعمار أوكرانيا المدمرة من قبل الشركات الأمريكية مستقبلا فور انتهاء الحرب، ولكن بعد استنزاف روسيا اقتصاديا وعسكريا وبشريا مقابل تدمير البنى التحتية الأوكرانية. فهل سيقف الروس عند حدود الأقاليم الأربعة؟ أم أن في شعبتهم المزيد من المفاجآت؟ ما رأيكم؟ في الختام شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.